وقعت شركة سوناطراك وشركة إيكوينور النرويجية مذكرة تفاهم وتعاون في مجال التحكم والتقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بهدف تحديد فرص التكفل بامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه في مواقع إن صالح وإن أمينعس، وذلك في إطار الأنشطة المشتركة بين سوناطراك وشركة إيكوينور للبحث عن حلول طاقوية منخفضة الكربون والسعي إلى تحقيق الانتقال الطاقوي. التقى وزير الري طه الدربال أمس برئيس المعهد الوطني للموارد المائية لكوبا أنطونيو رودريغاز، وذلك في إطار توسيع التعاون القائم بين البلدين ليمتد إلى مجالات جديدة على غرار مواجهة خطر الفيضانات، تحسين الخدمة العمومية للماء الشروب، تطوير الصرف الصحي في المدن والمناطق الريفية، وتبادل الخبرات في مجال تحلية مياه البحر. استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون وزير الصحة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السالك بابا حسنة. تباحث الطرفان آفاق التعاون الثنائي في المجال الصيدلاني لا سيما في جانبه المتعلق بالتكوين، كما كان اللقاء فرصة لزيارة وحدة إنتاج الأدوية بالحراش، ودعا الوزير علي عون إلى مباشرة عملية تكوين لفائدة الأشقاء الصحراويين في مجال الصناعة الصيدلانية ومعاينة حاجياتهم، وكذا إرسال وفد جزائري لمعاينة أوضاع اللاجئين الصحراويين تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي يوصي بمد يد المساعدة للشعب الصحراوي الشقيق حسب ما أفاد به بيان للوزارة. كشف المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري والتربية المائيات نبيل عويش عن استحداث عدة نقاط بيع مباشرة لمختلف منتجات تربية المائيات من المنتج إلى المستهلك، وذلك طيلة أيام شهر رمضان المقبل. وأوضح المصدر أن تلك الخطوة تأتي في إطار مساعي السلطات لتذليل صعوبات أمام محترفي الصيد البحري وتربية المائيات، وكذا بهدف المحافظة على القدرة الشرائية بالنسبة للمواطنين. وأشار المدير العام للغرفة أن نقاط البيع ستكون متواجدة عبر ربوع الوطن وبأسعار جد تنافسية، ما يسمح للعائلات الجزائرية باقتناء مختلف المعروضات. وقعت مؤسسة بريد الجزائر على عقد شراكة مع الشركة الوطنية للتأمينات بمقر المديرية العامة للشركة الوطنية للتأمينات، حيث سيسمح العقد بتوفير خدمة دفع تعويضات التأمين للمستفيدين غير الحائزين على الحسابات البريدية الجارية على المستوى الوطني، وهي الخدمة التي ستكون متوفرة عبر مختلف المؤسسات البريدية من أجل تسهيل وتأمين دفع تعويضات التأمين من خلال تبسيط وتسهيل الولوج إليها من قبل الأشخاص المؤمنين. كما أوضح الاتفاق على إمكانية حصول المستفيدين على مستحقاتهم مباشرة من مكاتب البريد حتى وإن لم يحوزوا على حسابات بريدية جارية، وهذا ما يعتبر حلاً عملياً وفعالاً للمستفيدين من تعويضات التأمين.